مكملين انا وليا باخر فقرات صباحنا غير معك ليا. أكيد وصلنا لفقرتنا الأخيرة، ومع الجهود الجبارة يلي كل سنة دايما لهم بصمة لحتى يرجعوا يزرعوا البسمة على وجوه أطفالنا، لحتى أطفالنا يكونوا أيضا يلي انشفوا من مرض السرطان يكونوا قدوة لغيرهم. واليوم عم نحكي عن الحملة يلي أطلقتها جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، حملتها السنوية لدعم أطفال السرطان سرطان كان ماديا وان كان معنويا. الحملة تحت عنوان السرطان ما بينطر كون السند لبسمة 2021، هي جزء من سلسلة حملات أطلقتها الجمعية لزيادة الاهتمام بالأطفال المصابين بالسرطان ورعايتهم أيضا. ولحتى نحكي عن الحملة أكثر، ولحتى نحكي كيف فينا نكون مشاركين مساهمين إن كنا بسوريا وإن كنا بخارج سوريا، رح نحكي أكثر مع السيدة ريم سالم المدير التنفيذي لجمعية بسمة. صباح الخير وأهلا صباح وسهلا النور، أهلا فيكي. وسهلا فيكم، أهلا كيفكم؟ وسهلا. تمام، يسعد صباحك، يعني صبحنا عليكي ورح ننتقل لمادة ونرجع لك، خلينا نشوفها سوا مع مشاهدينا. شفاء الأطفال المصابين بالسرطان ممكن بنسبة 95% في حال توفرت فرصة علاج كاملة، بس هو مرض مميت حتماً في حال لم يعالج. خلال 15 سنة قدمت بسمة خدمات دعم لأكثر من 8400 طفل مصاب بالسرطان من مختلف المحافظات السورية. بآذار 2020 تم افتتاح توسع وحدة بسمة ليتضاعف عدد الأسرة من 18 سرير إلى 36 سرير، بكلفة تشغيل شهرية بتزيد عن 135 مليون ليرة سورية. رحلة علاج طفل بسمة رحلة طويلة وصعبة، بس الأمل كبير بأنه يعيش ويحصل على فرصته بالحياة. حياة أطفال بسمة بين إيديك. تبرع اليوم وشارك معنا بحملة مليون بسمة لجمع مليون تبرع بقيمة 1000 ليرة سورية، لنقدر نأمن مصاريف الجمعية لعام 2021 من خلال نقاط التبرع المختلفة. مليون بسمة بتكمل معكم. ورجعنا مع السيدة ريم، أهلا وسهلا فيكي. أول شيء البرومو كتير حلو وبيعطي كتير تفاؤل، وسنة عن سنة بتكبروا القلب وبتكبروا الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال ضمن الحملة. خلينا نحكي عن حملتنا السنة، شو بتتميز عن السنوات اللي قبل، ونحكي شو محضرين مع الانطلاقة الجديدة. حضرتك أشرتي لحملة شباط اللي هي سرطان ما بينطر كون السند لبسمة، هي كانت 28 طريقة من العطاء لدعم الأطفال المصابين بالسرطان خلال شهر شباط. ونحن استكمالا لهيدي الحملة أطلقنا حملة مليون بسمة 2 اللي أطلقناها أول مرة بال 2019، هي عبارة عن تبرع بقيمة 1000 ليرة على الأقل لدعم الأطفال المصابين بالسرطان عن طريق مليون بطاقة موجودين بالجمعية وموزعين على مراكز عديدة. الهدف منها جمع مليار ليرة سورية. هو مليار هو مبلغ ضخم، بس هو دوبه يغطي مصاريف جمعية بسمة لمدة 4-5 شهور فقط. ويعني واحد بيقول يمكن كمان انه 1000 ليرة سهلة كثير، بس نوصل لمليون سوري كمان صعبة كثير إذا ما كان في عنا جهود كثير كبيرة من المجتمع المدني كله. شو بيميزها عن سنة 2019 الحملة الأولى؟ بيميزها انه هالسنة معمولة على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية ورح تمتد ل 31/12/2021. فبهالطريقة بلكي بنحاول انه نحن نحسن نأمن ونحقق الهدف اللي هو مليار ليرة سورية. يعني ايضا مدام ريما، يمكن بدنا نحكي كمان نقطة كتير مهمة، يمكن الوصول لمليون سوري هو الوصول لقلب مليون سوري. صح. بيعرف صح. انه جمعية بسمة هي هدف انساني بحت، ويمكن في تفاصيل ما رح يعرفوها بالخارج، مو عايشينها مثل ما اعضاء الجمعية او الاهالي الاطفال والاطفال نفسهم عم بيعانوا منها. قديش مهم نحن نعرف التفاصيل، يعني نحن لو بدنا نحط تبرع 1000
ليرة، نعرف انه نحن عم نحط هالالف يمكن هالالف تعمل. صح. يعني مو ما بتعمل، بيقولوا ايه شو الالف حتعمل، لا هي يمكن مثل ما ذكرتي تعمل. نحكي عن جانب الانسان. هلا اول شيء مرض السرطان هو مرض كارثي، مرض بيضرب العيلة كلها مش بس المريض، فهو مرض صعب كثير. في امل بشفائه كثير لما تتوفر فرصه العلاج كامله للطفل المصاب بالسرطان. نعم. مشان هيك نوجد بسمه من 15 سنه بسمه عم تامن كل الدواء الغير متوفر بالمراكز الدوليه اللي ضمن مدينه دمشق. بالحرب ما وقفنا ولا نهار بالحرب. نعم. حتى يعني هلا نحن بنامن الدواء بمشفى الاطفال بيروني مواساه اسد جامعي. يعني نحن عم نساعد كل الاولاد من عمر يوم لعمر 18 سنه، بالاضافه لانه بسمة عند المركز اللي هي بتعالج فيه الاولاد من الالف الى الياء مجانا، وهو موجود بمشفى البيروني الجامعي بحرسته. هدول الاولاد اللي بالبرومو الاربعه هدول اولاد جمعيه بسمة. اول طفل حيدر اللي هو هلا تشخص بالمرض، اسيل عم تتعالج اوريدي، فائده. الطفله الثالثه هي بمرحله المراقبه اللي هي بعد عندها 5 سنين فتره مراقبه بعد انتهاء علاجها، وعمره شاب شافي الحمد لله، وهو طالب هلا كلية بالاقتصاد بدمشق. فهو في امل كثير كبير بشفاء المريض لما يتشخص صح ويتعالج صح ويكون علاجه عنده هالفرصة. يعني بس ما بتآمن انه اي طفل مصاب بالسرطان يحصل على فرصة علاج كاملة مجانا، حتى يعني بغض النظر عن وضع الاهل المادي. يعني مو لانه طفل اهله فقراء معناته ما لازم يتعالج، اكيد لا. فبسمة كمان ما بتميز بين غني وفقير، لأنه مع الوقت الغني بهالظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها رح يصير فقير مع مرض السرطان. فنحن مثل حتى مثل كورونا، يعني العالم ما بتعرف قديش هو مرض مكلف. السرطان مكلف جدا جدا جدا، وبده رعاية واهتمام ومراقبة على مدى سنوات. طبعا، وبده رعاية مجتمع مش بس الأهل، لأنه الأهل بدهم دعم حتى يحسنوا يدعموا ابنهم، هن بدهم يدعموا. فالعالم لازم تدعم أهل الأهل، عرفتي كيف؟ فهذا الجانب الإنساني اللي حضرتك سألتيني عليه كتير مهم يتضوى عليه دائما، إنه هو مرض بيضرب المحيط كله، بس مع الفرصة المتكاملة بنحسن نوصل مع ابننا للشفاء، مو هو مرض مميت. صح. ست ريما، خلينا نحكي كيف فينا نحن نوصل طبعا للتبرع المادي. أكيد. حكينا بالشق المعنوي، التبرع المادي. يمكن بالسنوات الماضيه شاركوا بدون ذكر اكيد اي جهه خاصه، يمكن محلات، كافيات. صح. كثير اشخاص هن يمكن فاعلين وفعالين بالمجتمع، ان كان من حملاتهم الدعائيه الشخصيه وان كان من مهنهم الشخصية. السنة كيف رح تكون نفس الشيء؟ نحن هلا موجودين بضمن غالبية مناطق مدينة دمشق وريفة، صار عندنا مراكز تبرع بيحسنوا كل الأشخاص يتابعوا صفحة التواصل تبع جمعية بسمة انستغرام وفيسبوك ليعرفوا وين موجودين. طرطوس واللاذقية بالقامشلي، صرنا كمان بالحسكة وحمص وحلب، نتمنى كمان نصير بكل المحافظات الثانية. طبعا بس لازم ننوه انه هيدي الحملة برعاية بنك الأردن سوريا. فكمان موجودة الإيصالات كلها بجميع فروع بنك الأردن، وطبعا بحسابات الجمعية بكل البنوك اللي نحن متواجدين فيهم كمان فيهم يتبرعوا. أي شخص موجود ببيته فيه يمسك التليفون إذا هو حابب يتبرع بس بألف، لأنه مثل ما حكينا ألف وراء ألف تجمع كثير وبتعمل فرق بحياة طفل مصاب بالسرطان. شو الرقم اللي فينا نتواصل عليه؟ 1077 على خط سيريتيل، بيبعت رسالة 1077 فيها كلمة بسمة. أوكي. أو على 1299 من أي خط MTN. أوكي. كمان رسالة جواتها كلمة بسمة، وإن شاء الله هيدي الألف رح توصل للأطفال المصابين بالسرطان. طبعا في طرق ثانيه، بيجي لعنا على مقر الجمعيه، بيتصلوا فينا، بنبعث لهم مندوب. اي شيء نحن فينا نساعد فيه اللي حابب يتبرع ويساهم ما راح نوقف ابدا. يعني في مبادرات كثير كمان هلا، هي خلينا نضوي على المبادرات. باي مبادره رح نبلش وشو حاطين خطه بمبادرات؟ لا، مبادرات من المجتمع مش من المجتمع. يعني تماماً. هلا صارت مبادره من فتره توقيع كتاب، هو توزع مجاني، الدكتوره لانا الترك. أوكي. وقعته مجانا، ولكن هي عملت صندوق لجمع التبرعات لبسمة. ما بتتخيلي بهالساعتين جمع مبلغ كتير مهم، وكتر خيرها يعني وخير المتبرعين كلهم بصراحة. هلا في عنا ماراثون مع جي سي اي الوادي كمان ان شاء الله بشهر شباط، عفوا بشهر اب،
ويعني ان شاء الله يكون في كثير مبادرات ثانيه لدعم الاطفال ضمن المهرجان القلعه والوادي. صح. رح يكون الماراثون. صح. صح ان شاء الله يا رب هيك يعني لاقي هيك دائما الشيء اللي نحن هدفنا منه، ودائما نحن عم نسلط الضوء على هذا الموضوع، واجبنا انه نحن ننشر هذا الشيء شريك اساسي اكيد نحن، وانتم يعني ما عم بتاثروا من خلال نشاطات، وايضا مشكوره الايادي البيضاء فينا نقدم لها شكر هذه البيضاء الخفية طبعاً. الظاهرة بكل نقطة أو بكل ليرة سورية. صح. تقدم لطفل مصاب بالسرطان. صح. نحكي شوي عن في ماراثون هلأ حكيتي لنا عنه، في تفاصيل فيك تخبرينا عنه؟ هو بده يصير بالوادي، بده ينظمه جي سي آي حمص، ما عندنا كثير لسه تفاصيل لانه ما تحدد وقته تماما مزبوط، بس ان شاء الله يعني اول ما بيصير في عندنا تفاصيل بنخبركم اكيد. مثل ما حكيتي انتم كثير شريك مهم واساسي لتسليط الضوء ولنشر موضوع ان كان توعوي وان كان كرمال الدعم، فنحن دائما بنتشكركم دائما، والشكر دائما موصول لسياده الوزير ولرئيس الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون ولكل العاملين بكل المحطات السوريه. عن جد دائما انتم معنا وما عم تتركونا ابدا. تريما البيت بيتكم مثل شكرا. ما بيقولوا دائما يعني اهل البيت حضرتك. ولكن خلينا نحكي، كثير من الاشخاص بالخارج هن بيتواصلوا معنا، كيف فينا نتبرع لبسمة؟ في شوية يمكن صعوبة بإيصال مبالغ، ومبالغ كبيرة يمكن نوعا للأسف ما. للأسف في صعوبة كتير كبيرة. في دراسة لحل. إيه هلا عم نحاول، بدنا نحاول مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لنصير نشبك مع الشركات التحويل الأموال إنه نحن نعمل معهم عقود نظامية كرمال يجينا تبرعات من المواطنين أو يعني من الافراد السوريين الموجودين على مختلف بقاع الارض صاروا هلا، يعني المبلغ صغير من عندهم بيفرق كمان بحياتنا بكثير، يعني بحياه اولادنا. فهلا عم نشتغل على هذا الموضوع، بس نحن دائما بنقول انه اي حدا عنده صديق قريب بسوريا يحول له مصاري، وهو هالشخص يجي لعنا على مقر الجمعيه ويتبرع فيها باسمه ويستلم دغري الاشعار، يعني كمان كرماله لهذا الشخص اذا بيحسن ما يقصر بهالطريقه. يعني اكيد انا عم اقول لك من الجو المحيط حواليه كله عم نسهل هذا الموضوع، ولكن غير بتكون لما مبلغ. صح. كبير يوصل. صح. من الخارج. صح. في عندنا حسابات بالبنوك بس ما في تحويلات للأسف، فما في غير عن طريق شركات التحويل، وبدنا نحاول. بدنا نحاول أكيد. صحيح. يعني بالختام ستريما نحن بدنا نقول شكرا على هالحملة الدعائية، شكرا على الحملات والتواصل مع أشخاص فعالين لحتى نحن نقدر نزرع البسمة كلنا. شكرا. سوا شكرا مو بس هلا، كل أيام السنة على جهودكم، وأكيد بترفعوا الراس وإن شاء الله هيك الله يبعد المرض ويشفي الكل. آمين. شكرا كثير لكم، شكرا لكل حدا مآمن بجمعية بسمة، شكرا للي عم يتبرع من الألف لأكثر من ألف. نحن ما فينا نكمل بلا المجتمع وبدعم المجتمع الأهلي، لأنه هيك صار لها 15 سنة ماشية هالجمعية بهالطريقة، فمشكورين مشكورين أنتم عن سليمة. سليمة يعني رح نضل سوا، نحن سوا بدنا نكون طبعاً. دائما، وإن شاء الله يا رب حتى مو بس بالمصاري، الحوالات هي صعبة أيضا بالدواء نتيجة. صح. الحرب الاقتصادية، يعني فرضوا طبعاً. حرب حتى إنسانية فينا. صح. نعتبرها هي مو بس حرب اقتصادية. صح. وقت هي يستهدف الدواء وخاصة دواء السرطان للأطفال طبعاً. فهي كمان شيء عن جد مؤسف خلينا نقول. مزبوط. بدنا نتمنى إن شاء الله الأيام المقبلة تكون خير وسلام على سوريا، ويتأمن الدواء بشكل هيك أبسط بلا معاناة. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم، ويسعد صباحكم وباقي نهار حلو. شكرا. شكرا. نهارك حلو ونهارك سعيد. شكرا.